السلام عليكم الاخوان، تحياتي لكم من سلكة جد متواضعة. كيف ما كتلاحظوا غادي نهضروا اليوم، الموضوع ديالنا هو الموضوع عن التربية وانتاج الحسون في السلكة. كيف ما كتلاحظوا خاص كل شيء يكون متوفر بالنسبة للحساسين. الحسون هو واحد الطائر اللي ماشي سهل باش تفرخو، ماشي بحالو بحال الطيور العادية. إذا بغيت تفرخ الطائر الحسون غادي تتبع معايا من الأول ديال الفيديو إلى آخره، وراك غادي تكون من المستفيدين بجاه الله. أول حاجة كيكون الإنارة، كيكون عندنا الماء ديما ما نقي، يكون مستعد. أحسن حاجة ديرو شي حاجة ديال الطين، ديرلو موتور بحال هكا، هذا راه غير اصطناعي صنعتو غير راسي، كيولي الماء كيدور. ثاني حاجة الماكلة ما تكونش حاطة فشي بلاصة اللي الماكلة تطيح ياكلها الزوج ديالك. الطائر ديالك ما خصوش ياكل داكشي اللي كيطيح، لان الماكله ملي كطيح كيتعمر بالبراز ديال الطائر، يعني ولات فاسده. دائما الاكل ديالو كما كتشوفوا الحبوب. انا كنوضح لكم كلشي في هذا الفيديو هذا باش حتى واحد ما يقول لك لا ما هضرتيش على هادي ولا ما هضرتيش على هادي. هادو الحبوب متخلطه كما كتشوفوا، فيها الحبوب ديال الشيا، فيها حبوب زريعة الكتان، فيها حبوب نوار الشمس، زوان زريعة الكيف، بزاف ديال الحبوب كاينين هنايا، بوزغيبة، بزاف ديال الحبوب. بما فيه الخضار تا هما ضروري، الفواكه اللي كليتيها في الدار لوح ليهم تا غيجلو غادي ياكلو وغادي يستافدو معاك، يعني ما كاينش حاجه اللي هي تقول لي مستحيل. المستحيل ما كاينش، كالسيوم ضروري منه، زريعة الشوك، قشور البيض كيف ما كتشوف راهم كالسيوم تا هما دقدقهم وتلحهم اليوم راه كياكلوهم. الزريعه ديال الشوك على قول الله اكبر. اهم حاجه كيف ما كنقول لكم هو التنقيه، التنقيه ضروريه. الصوفياد اللي راه كتخليها لهم خصوصا هاد الوقيته ديال سميتو، راه كتخليها لهم كيبقاو يلعبوا بها ويتجراو بها. الاماكن ديال التعشاش حتى هما ضروريين، البلايص اللي يقلز فيهم الطائر ضروريين، التهويه والتشميشه ضروريه. الشميسه تكون انا داير لهم واحد اللعيبه هنايا اللي كتدخل الشمس مزيان. ايوا بجد الله كلشي غادي يفرخ، وغادي نخلي لكم في لافان ديال هذا الفيديو نخلي لكم شي صور، وغادي نخلي لكم معهم واحد الصوت اللي هو كيحفز الحسون في قضيه ديال التزاوج. وقولوا معايا اللهم بارك وما شاء الله. البياسة الخوينزة شتوها، الخوينزة راه هي اللي حاكمه السجنه. هاي البياسة هادي، هادي هي مولات الدار، هادي هي اللي كتقول لهم انا هي مولات المرقد هذا اللي جا كتسعار عليه. راه ضروري كيكون عندك الاسد ديال السجنه. انا عندي الاسد، عندي اللبؤه كيف ما كنقولوا. هاي الله يبارك. اي والله يسر الجميع. وهذا الفيديو هذا نتمنى يعجبكم ويكون في المتناول ديال الجميع. وبالنسبه للماء كيف ما كتشوفوا راه كان في الاول لا فيديو امارش، ها هو واحد شويه هو يسكت غير راسو. راني داير الاخوان المونيتري، داير مونيتري هذا كهربائي كيخدم ربع ساعه وكيريتي ساعه، مريقلو كيخدم ربع ساعه وكيدير امارش من كل ساعه كيسكت فيها ربع ساعه. كيخدم مثلا كيخدم من 11 حتى ل 12، 12 وربع كيسكت، كيعاود يخدم تاني مع الوحده، الوحده وربع يسكت، يخدم مع جوج، جوج وربع يسكت. هذا هو البروغرام ديالو، الا جاب الله بغيتو تاخذوه حتى هو، بغيتو نديرو على قبل شي لا فيديو باش تعرفوا كيفاش التشغيل ديالو، حيت راه صعيب واحد شويه وفي نفس الوقت سهل. هذا ديجيتال زوين هذا باش كيعجبني، وكنخدمو حتى في وقت في شهر مثلا، في شهر واحد ونص، في شهر واحد راه ضروري يكون عندك بحال هذا، لانك كتزيد الاناره للطيور الا بغيتيها تفرخها بكري شويه. مثلا تعود تجيب التفريخه ديالك حتى انت في ديك النص، في شهر جوج وفي شهر ثلاثة، وفي الاول ديال شهر ثلاثة تكون انت مفرخ، ضروري من الاناره كتزيدهم واحد شويه الاناره بالتدريج في الصباح ديال ايام الاسبوع. هذا ما كان، نتمنى يعجبكم لا فيديو، وتحياتي لكم الهضمي بار هذا، وامسيه سعيده. يلا بارطاج الاخوان وشجعونا في هذا الفيديو هذا، نبقاو نلوحو لكم فيديوهات جداد، والله ييسر الجميع يا ربي.